لمراسلنا مراسل قناة النادي الأهلي شريف شعبان، واللي كان متواجد النهاردة في التدريب الصباحي للنادي الأهلي على ملعب مختار التتش. مساء الخير عليك يا شريف. مساء الخير عليك شيما وعلى كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. بالفعل زي ما تفضلتي النهاردة في العاشرة صباحا كان التمرين النادي الأهلي بعد أجازة استمرت يمكن 3 أيام، يمكن من الأجازات الطويلة جدا اللي نادرا لما فريق الكرة بيكون بيحصل عليها. يمكن لقت استحسان كبير قوي عند الجهاز الفني واللاعبين، ان هم كانوا محتاجين هذه الاجازه لضغط المباريات وتوالي المباريات. طبعا كان فارق جامد على اعصابهم، فهم ما صدقوا قدروا 3 أيام دول، فرقوا معنويا ونفسيا كتير مع لاعبي النادي الاهلي. يمكن في بدايه التمرين كان في محاضره حوالي 10 دقائق من مستر لاسارتي، وطبعا هو مدير الكره كابتن عبد الحفيظ، بيتكلموا فيها عن اغلاق الملف الافريقي تماما والتركيز فقط في الملف المحلي، مباراه القمه يوم 30 والمطالبه بالظهور بشكل جيد بالفوز على الغريم التقليدي طبعا فريق الزمالك. بعد هذه المحاضره كان في تدريبات بدنيه لمجموعه من اللاعبين وتدريب تخصصي، وطبعا وتقسيمه كان مستر لاسارتي حريص في ايقاف هذه التقسيمه اكثر من مره لتصليح اخطاء اللاعبين. وممكن باقي المجموعه كان في مجموعه اخرى اجروا تدريبات بدنيه ثم اكتفوا بتدريبات الجيم وغادروا الملعب. يمكن الشناوي يمكن ما شاركش النهارده، كان مكتفى بتدريبات. طيب انا كنت عايز اسالك يا شريف، طبعا كل عناوين الجرايد والصحف ومواقع الانترنت من امبارح للنهارده بتتكلم طبعا عن عوده المصابين وعن قرب اكتمال صفوف النادي الاهلي بالقوه الضاربه قبل مواجهه نادي الزمالك يوم 30 مارس في القمه 117. عايز اطمن منك على حاله كل المصابين في الفريق. هو بالفعل النهارده كان في رجوع لاسلام محارب، في رجوع محمد نجيب، في رجوع لاحمد فتحي، يمكن الوحيد اللي في رجوع لوليد سليمان يمكن شايفه النهارده بيجهز، في هشام محمد شايفه ايضا قرب يرجع تاني، عمرو جمال قرب يرجع، يمكن حمدي فتحي هو اللي لسه ما بانش الرؤيه يلحق مباراه القمه ولا لا، ولكن من النظره الاولى يمكن وجهه نظر انا ممكن ما يكونش جاهز قوي لهذه المباراه، لكن الشناوي هيكون جاهز بقوه في حراسه المرمى. لا الغيابات يمكن ايمن اشرف هيكون جاهز ايضا لهذه المباراه، لا باذن الله لا يخش هذه المباراه، يمكن عنده غياب واحد ولا اثنين بالكثير، وباذن الله يكون القوه الضربه كلها مكتمله، وباذن الله يكون الفوز طبعا حليف النادي الاهلي على الغريم التقليدي علشان يقرب من بطوله محبوبه دي بطوله الدوري العام. زي ما قلت لك في بعض المجموعه اخرى من اللاعبين اجروا تدريبات في الجيم، ويمكن شهدت النهارده زي ما قلت لك رجوع اسلام محارب النهارده في التقسيمه. كانت تدريبات اضافيه النهارده من نصيب 2 لعيبه محمد نجيب واحمد فتحي اللي عاوزين يكملوا او يزودوا الحمل بتاعهم عشان يجاروا بلاعبي النادي الاهلي، لان هم كانوا غايبين لفتره طويله. حراسه المرمى على الجانب الاخر كابتن علي لطفي واثنين حراس من الشباب طبعا كابتن طارق سليمان عمل النهارده تدريبه قويه جدا معاهم، من جلسات مستمره. مستر لاسارتي بيمتاز في الفتره الاخيره بعقد جلسات كثيره مع لاعبي الفريق على حده، يمكن النهارده ايضا كان في جلسه مع سعد سمير حوالي 5 دقائق، برضه الراجل على طول يبقى حريص يتكلم مع لاعبي الفريق كل واحد على حده، يمكن يتكلم معاهم بتفرق معاهم جدا في تاهلهم في المباريات، وبيظهروا فعلا باداء كويس، وفعلا الجلسات دي ابتدت تثمرها على لاعبي النادي الاهلي، لان فعلا هم محتاجين هذه الجلسات. تاهيل مستمر على الجانب الاخر، حمدي فتحي وليد سليمان عمرو جمال هشام محمد، الكل في معنويات مرتفعه، الكل يمكن النهارده بنت في التقسيمه اللي كان عاملها مستر بشارتي، الكل حريص ان هو يشارك في مباراه القمه، الكل بيأدي النهارده تدريبات بكل قوه بكل تركيز علشان يحجز مكان في طبعا مباراه القمه. ومين ما بيحبش يلعب مباراه القمه، مباراه الكلاسيكو ومباراه القمه اهلي وزمالك، الكل نفسه يشارك فيها، الكل بتكتب طبعا شهاده تاريخ وشهاده ميلاد لنجوم كبار من نجوم النادي الاهلي. نتمنى باذن الله يكون شهاده ميلاد لنجوم النادي الاهلي يتالقوا فيها ويحرزوا اهداف ويفوزوا كمان باذن الله على الغريم التقليدي يوم 30. شيما اتفضلي. شريف شعبان بشكرك جدا، طبعا كان معانا شريف شعبان مراسل قناه النادي الاهلي.